الأمور أصبحت آمنة وتحت السيطرة، هذا ما أكده رئيس الوزراء دكتور بشر الخصاون خلال تفقده لموقع الحادثة في العقبة، مشيرا إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة العقبة وأيضا في موقع الحادثة. في التفاصيل، نفى وزير الداخلية مازن الفراية وجود مؤشرات حتى الآن على عمل مقصود أو مفتعل تسبب بسقوط الصهريج أو تسرب الغاز في العقبة. النيابة العامة بدورها باشرت إجراءات التحقيق، حيث قام المدعي العام برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالكشف على الموقع وجمع العينات والأدلة. وأعلنت مديرية الأمن العامة أن فريق المواد الخطرة في الدفاع المدني كان المستجيب الأول للتعامل مع الحادث، مشيرة إلى تسجيل إصابتين فقط بين الفرق المستجيبة للحادثة، فيما أصيب 25 من الكوادر الأمنية جراء وجودهم في الميناء والمنطقة المحيطة به بحكم وظائفهم اليومية، وقد غادروا المستشفى بعد تلقيهم للعلاج.